بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول مولانا الشيخ أحمد الفاروق السرعندي في تتمة المكتوب الحادي والثلاثين والمئتين قال وسألت أيضا ما سبب المنع عن ذكر الجهر احنا قرأنا من قبل مولانا الشيخ أحمد فاروق السرهندي ينهى عن ذكر الجهر قول ما في شيء اسمه ذكر جهر الذكر الجهر بدعة هيك مذهبه يرى أن الذكر الجهري بدعة وإنما الذكر اللي هو موافق للسنة النبوية الذكر الخفي وليس الذكر الجهري وأتقلنا أن هذا اجتهاد ورأيه لكن الجمهور على أن الذكر الجهري من السنة بل هو هو مولانا الشيخ كان يتحدث في هذه المسألة عن أصل الذكر لأنه أصل الذكر وين ولا تطع من أغفلنا قلبه قلبه مو لسانه عن ذكرنا انه الذكر معناه من التذكر والتذكر مساله قلبيه مو مساله لسانيه فلذلك المعنى هون في القلب الذكر معناه قلبي فمولانا الشيخ كان يعني ياكد ان الذكر هو الذكر القلبي اما هذا اللسان بيعدوا بذكر الله وبيمسك مساحته يذكر الله 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 قال هذا بدعه ما عملوه الصحابه الصحابه كان ذكرهم خفي هيك اجتهاده مولانا الشيخ. قال فعم له هذا المرسل اليه سأله قال ما سبب المنع عن ذكر الجهر بعلة البدعة مع أنه مورس للذوق والشوق؟ قال له سيدنا قلت لنا أنه الذكر الجهري بدعة، والله أخي والله لما عم نذكر جهري والله عم يصير ذوق. عم يصير أشواق إلى الله عز وجل. عم يتحرك القلب يعني عم نشعر بالذكر عم نشعر بمعنى الذكر عم نشعر بقرب من الله عز وجل شلون بدعة وعم يصير معنا هذا الحال قال ولما لا يمنع من أمور أخرى لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليش منعتنا أنت من الذكر الجهري باعتبار أنه ما كان بزمان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام طبعا هو كان في روايات ثابته يعني. او في اوامر نبويه بالاجتماع على ذكر الله هذا وحده يكفي. لانه الامر هو الاصل. يعني اذا النبي امر بالذكر بالذكر والاجتماع على الذكر، لو الصحابه ما اجتمعوا على الذكر في امر نبوي هو اقوى من لانه امتناع قد يكون لامر عارض. اما الامر امر. فهذا من ناحية أصولية وقول النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من فعله ومقدم على فعله قول النبي أمره ونهيه مقدم على فعله الخلاصة فقال يا سيدنا طب ما منعتنا من أمور أخرى لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لبس الفرجة يعني نوع من أنواع الثياب والشال والسراويل الشروال يلبسون الأتراك إيه ما كان هذا بزمان النبي ليش ما منعتنا عن ذكر الش... عن لبس الشروال من فأسات من وراء من فأسات من قدام ليه وعم لنا الذكر الجهري بدعة لا تذكروا جهري ذكروا خفي مع أنه في قرب إلى الله طيب والشروال ما كان يلبسوه أنت عم تلبس شروال يعني عم يستفسر من الشيخ ما عم ينكر على الشيخ اعتراض استفهام فقال أيها المخدوم هاي الجواب إن فعله صلى الله عليه وسلم على نوعين هو عم يحكي مسألة أصولية مولانا الشيخ يعني كان من المتكلمين كلامه من علماء الكلام مو سهل أبدا ومن الأصوليين قال أيها المخدوم إن فعله صلى الله عليه وسلم على نوعين، فعل على سبيل العبادة وفعل على طريق العرف والعاده. بدك تفرق بين العبادة وبين العادة. بدك تحط خط قائمة، أي أفعال عبادة، صلاة، ذكر، كذا، في أفعال عادة عادات واعراف عايشين فيها العرب اهم اللباس اللبس كله هذا لبس النبي عليه الصلاه والسلام ولبس الصحابه هذا ما له عباده ليس من العبادات اللبس اللبس عادات عاداتهم هيك كانوا يلبسوا عمامه ابو جهل كان يحط عمامه وعمامته هيك قد عمامتي بخمس مرات ابو لهب كان يحط عمامه وابو بكر كان يحط عمامه وعمر كان يحط عمامه كله عمائم طبيعتهم لبسهم هيك مشان ضربة الشمس يمكن او شيء بيلبس العباءه اللي هي بتشوف العبايه ويلبسوا الجبه ويلبسوا مثلا هذا لبسهم كلهم بلحا كله بلحا كبيره ابو جهل لصرته اللحية وابو لهب وكلهم لحاهم كبيرة يعني كان العرب يتباهوا باللحية يعني طبيعتهم بينما الروم كانوا الشوى بالموس والعرب اللي عايشين عند الروم كانوا يقشوها بالموس يعني لانه عادي ففي فرق بين العباده وبين العادي طبعا هلا الخلاف يصير بين العلماء ببعض الامور، بقول هي عباده ولا عادي؟ اللحيه عباده ولا عادي؟ في بعض كثير علماء قال هي عادي اللحيه ما لها علاقه. لانه النص الذي ورد فيها نص اسناده يعني اظني بكل الاحوال. حتى مثلا المسواك عادي ولا عبادة آه هو أغلب العلماء قالوا عبادة لأنه أمر النبي فيه في يعني في أحاديث أمرت به فصار عبادة تنظيف الأسنان بشكل عام صار عبادة يعني خرج من العادة إلى العبادة الشعر تسريحة الشعر كمان عادي، النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويل فروع النص قال وكان يتقرب بذلك إلى أهل الكتاب مثل حكايتهم بركي بأسلمه بعدين حلو على الصفر لما راح العمرة عمرة الحديبية بالموس فقضية الشعر بيفروا على النص بطوله بأصره بجدله في رواية كان له جدلات لأن العرب كانت تضفر بس هلأ بصير بالمجتمع غريب انت اذا عملت ضفاير واحد بصير مجتمع غريب ما بصير يقول هي هي عاده ليست عباده فمولانا عم يقول له, عميل له هذا الشروال هذا اخي العباده في الاسلام هي اللي في اللباس القاعده العامه انه يكون اللباس ساتر للعوره لا يصف العوره وسخين او سميك لا يشف عن العوره هذا اللباس بالاسلام بس فاللبس بنطلون ولا اللبس جبه اللبس جلابيه ولا لبس شروال شو ما لبس هي كلها عادات المهم يسترع عوره ما يطلع بلا شيء اه هي صارت لا هون ستر العوره عباده بس كيفية ستر العورة ما بهم فلذلك لما أسلموا جماعة فارس وما وراء النهرين وخراسان ومدري إيش كل واحد تم على لبسه ما قالوا الصحابة قالوا لهم البسوا مثل ما بنلبس نحن كل واحد بقي على لبسه وهلا اذا طلع على اوروبا بده يسلم لازم تلبسه مثل العرب عقال و... لا لا ليش لبسه خليه على الجنس شو المشكلة شو العلاقة المهم يكون ساتر العورة فهي قضية عادة فما بصير نخلط بين العادة وبين بين العبادة الأكل بالمعالق هي شو هي عادة وعبادة واحد ألف كتاب واحد سلفي نزول الصواعق على من أكل بالمعالق شو وعيد مصري صواعق مشان المعالي والكلام البتة في تحريمي أو مدري كفر من لبس الكرافتة هذا شو هي عادات ما لها علاقة ما لها علاقة بالعبادات هذا جهل جهل ما بيفرق بين العادة وبين العبادة بيختلفوا العلماء بعض الأمور هل هي عادة أم الحجامة أنا برأيي عادي. ما أعتقد فيها العبادة أبدا هذا رأيي الشخص حجامة عادة اجتماعية كانت في زماني. ما بعتقد فيها عبادة ولا سنة ما بعتبرها سنة أبدا أصلا رأيي الشخصي في علماء بيعتبروها سنة يعني فقط بحطوها بخانة بخانة العبادات ما بخانة العادات. فيقول مولانا الشيخ: فالفعل الذي صدر عنه على سبيل العبادة نعتقد خلافه بدعة. على سبيل يعني أمور التعبدية خالفتها أنت شو صار؟ ابتداع. ونبالغ في المنع لكونه إحداثاً في الدين وهو مردود والفعل الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم عن طريق العرف والعادة لا نعتقد خلافه بدعة لكن إذا أنت عملت عادات النبي حبا به هذا أمر حسن يعني النبي كان يفرق عن نص فرات عن نص قال لأنه هيك النبي فرق عن نص لو هيك العادة أنا حبيت لبست جبة حطيت عمامي مع أنه العادة عنا ما في عمامي بس حط عمامي قال لأنه النبي حط عمامي بدي حط عمامي أنا لو كانت عادي مثلا فيحط عمامة هذا شيء حسن لكن إذا شلحت العمامة خلعت العمامة ما صرت مبتدع طيب قال ولا نبالغ في المنع بالعادات لعدم تعلقه بالدين بل وجوده وعدمه مبنيان على العرف والعادة لا على الدين والملة فإن عرف بعض البلاد او عرف بعض البلاد على خلاف ما عرف بلاد اخرى وقع التفاوت في العرف في بلده واحده بحسب تفاوت الازمنه ومع ذلك اذا وعيت السنه تكون مثمره للنتائج ومنتجه للسعادات ثبتنا الله واياكم قولوا امين هي مساله اذا قضيه عباده وقضيه عاده فال العبادة هي التي لا ينبغي التلاعب فيها ابدا ولا الزيادة عليها ولا تنقيصها ولا مخالفتها حتى ما تدخل في مجال الابتداع اما العادات عادات انتهي امور شخصية امور شخصية لبس النساء كمان لبس النساء لبس النساء النبي امر عليه الصلاة والسلام بالوجه والكفين كحد ادنى يعني يجوز لها اظهار الوجه والكفين طب شو تلبس تلبس مانتو ولا جبه ولا شو اسمه ملايه هي ولا شرشف ولا ما بيهمني انا شو تلبس بيهمني انه تكون ساتره ساترة عورتها يعني مستور جسمها عدا الوجه والكفين هذا اللي بيهمني فشو ما لبست ما بيهم أهل الشام يلبسوا مناطق اهل هم تركيا المتدينات مثلا اللي بيلبسوا شرشف تروح على مثلا مصر ما بيلبسوا مناطي ابدا ولا شرشف ثياب صاحبه الدين حتى يعني نسوان المشايخ والشيخات نفسه ما بتلبس لا مانطو ما ولا شيء لبس عادي بس بيكون عريض يعني وغير يعني ملفت للنظر بس ساتر وجه الكفين ما في اشكال المهم يكون مهم يكون السترة أو ستر الجسم عدا الوجه والكفّي شو بدها تلبس؟ شو بدها تلبس؟ تلبس والرجل كمان يستر عرضه شو يلبس تمام؟ أمور إذا هي هذه أمور عادات هذا أمر مهم جدا طبعا بيفيدنا خصوصا لما بتلتقي حضارات مع بعضها البعض بشلون بدك تتفاعل معهم لانه يعني اذا بدك تعيش معهم اذا طلعت على اوروبا مثلا الناس اللي طلعوا على اوروبا اذا بده يلبس اللباس اللي غير البيئه اللي هن فيها بيعرفوه بصير شاذ فقد يتضرر لذلك لا يندمج معهم بأمور العادات مو بالعقيده يندمج امور العادات يندمج معهم شو لابسين يلبس مثلهم حتى ما يكون شاذ عنهم لأنه إذا صار شاذ بس كل العيون عليه بتصير فيمكن يمكن يعمل ضرر هذا الأمر طبعا هذا الأمر بيرجع للحالة والوضع والكذا يعني كل مكان له حكمه له حكمه الخاص بجوز أحيانا التميز يفيد احتمال التميز يفيد وانا تميزت بلباسي فصرنا الناس عليه هذا ليش هيك لابس ابيض بابيض ما بيعرفوا مثلا اللبس الابيض الكامل مثلا هذا شو؟ هذا مسلم، شو يعني مسلم؟ هي ممكن تفيد لكن ليس في كل الاماكن ولا في كل البلاد فهذا الامر خصوصا هلا اللبس اللي نحن بالشام المشايخ نلبسه لبسه ما بيشتغل باوروبا هي الجلابية البيضاء هي ما بتشتغل بأوروبا أبدا فكروك سعودي داعشي <applause> ولي كله بيهرب منك شوفوا كنا بعيد بيهربوا كل الناس عم تهربك شو في شو ليش عم يهربون شو صابت اللون جا داعش كم له على القلب داعش ولا ماعش ما عيش ولا بداحس والغبراء ما لي علاقة فكروه داعشي خلاص حتى هم تركيا مع الأسف مع الأسف يعني كتير عندهم فكرة إنه هي هذا لبس سعودي يعني أنت داعش لا يا أخي داعش لبسه غير لا هذا قلابيطة قصيرة وفشكلة فشكلة ومدري شلون موديلهم غير مفشكل من فوق لتحت غير لكن سبحان الله عود عود فهمون آه الله يتوب علينا لذلك أنا لبست تركي شان ما حدا يقول لي شيء تركيا جبه تركية اه والله يعني انا ب... انا ب... اتشرف جبه شيخي يعني بتعرفوها جبه الشاميه وما بستبدلها بغيرها يعني بس اخي والله مضطرين نلبس جبه تركية وحلوه هي كان مضطرين نلبس شان ما يشوفوني غريب ويفكروني داعشي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم